أصالتها، وكلما ازدادت الأزمة شدة كلما ظهر المعدن الصافي وتأكدت الأصالة القاتلة. تعود ذكرى حرب تشرين التحريرية لتذكرنا بتاريخ كتب بدماء شهداء أبطال الجيش العربي السوري في خطوة لتحرير الجولان المحتل وهزيمة محتل ادعى أنه لا يقهر. الجيش السوري جيش نحن بنعتز له وبننحني أمام هذا الجيش وعظمة هذا الجيش وقدرة هذا الجيش. الجندي العربي والجندي السوري بالأخص هو شعلة نار، هو عنده قوة، قوة قتالية، إيمان بدولته بوطنه لا يضاهي، لا يمكن يسوي أي واحد. اعتبرت حرب تشرين التحريرية حسب مراقبين من أهم المعارك التي دارت مع العدو الصهيوني، فقد راجت في حينه الدعاية الإعلامية التي روج لها المحتل من خلال جرائمه المتكررة على أنه الأقوى، لكن الواقع كان بعكس ذلك، وكان الجيش العربي السوري سيد الموقف. باليوم الرابع انهار إسرائيل، متى كان كلهم هذا يعني غول اخطبوط ويعني دعاية إعلامية، والحقيقة هي غير هيك. يعني نحن متعلمينها أنه بس خاوهم 14 يوم، هي معلوماتنا عنها. باليوم الرابع انهارت هي، إذا هم بيدل على أنه على شجاعة الجيش السوري وعلى القوة تبعه، وهن كانوا بيعتمدوا على الدعاية. الدعاية كانت أنتوان جيش الليل الذي لا يقهر، وأني يعني أقوياء بعتاتهم، ولكن في قوة ضاربة، في قوة أمريكية وسلاح جو أمريكي، نعم ساعدهم بكل معنى الكلمة وبوضوح. شارك السوريون في الأرض المحتلة أبناء شعبهم بخوض حرب تشرين التحريرية، وذلك من خلال نقل معلومات تسببت فيما بعد لاعتقال العشرات منهم والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة. طبعا خلال الفترة اشتغلنا بالمواقع العسكرية من جبل الشيخ حتى سيناء، وكنا نشتغل يعني جماعة، كنا ما لا يقل على 40-50 واحد، وكل إنسان من قيله كان يتصرف، يعني ما كانش في أي هدف ثاني غير العمل الوطني لا أقل ولا أكثر، ولا أي راتب ولا أي شيء. وكلنا جماعة طلعنا، فيما بعد خضينا مدتنا، مر علينا حرب تشرين. حرب تشرين كان عندنا أمل كبير كبير جداً أنه نخلص من الاحتلال، تتحرر المناطق العربية إن كان هون أو فلسطين أو بغزة أو بسيناء. طويلة من التضحيات يخطها الجيش العربي السوري لرسم حدود الوطن بدمائه الزكية، حيث أنه يخوض المعارك للدفاع عن حياض الوطن، إن كان بشكل مباشر مع العدو الصهيوني أو ضد الإرهابي الذي دعمه المحتل في محاولة لمنع تكرار حرب تشرين التحريرية. للإخبار